السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتحياتي لكل المتابعين حول العالم. طبعا اليوم يا اخوان رايحين نشوف سلالة من الحمير. طبعا في ناس بتجي تضحك وتقول لك حمير مش حمير، لكن هاي السلالة عندنا معرضة انها تختفي من البلاد. سلالة جيدة وعالية ويعني اشي حلو ومرتب، فمننا نتفرج ونشوف السلالة هاي وعليها وكيف شكلها. يلا نطلع واحد واحد نشوف. طلع لك ينشل. طلع ينشل. يا كل. تعرف عم جمال. هلا عمو، هلا عمو. ابن اسد فلك، تعرف مين؟ مين؟ ابن اسد. من ضرب فلك انت على راسي والله. اهلين عمو. اهلين وسهلين، كيف الحال؟ مبسوطين؟ شاطرين. هذا جحشة. تعال. طبعا هاي ما شاء الله سلالة من السلالات المنيحة، لكن لسه في احجام تيجي اعلى من هيك. هاي السلالات المنيحة، بس ولا اقعد. اسكت. فينا حلا. طبعا هاي السلالات زي ما قلت لكم، هاي هلا كمان سيرو. هذا صغير سنه 15 بس بيع الازواج، بس الابيض اكثر. الكبرسي هذا كبرسي؟ لا الكبرسي الابيض. بس شايف راسه مشبه البغل صح؟ هذاك اكبر. هات نشيله. هذا راسه شايفين كيف بيشبه راس البغل. عادي مهجن، بس يا كر هذا مهجن على صار وين كلبي والله نسيت. طيب بس راسه بيشبه راس البغل، دنيا طوال. ميزات الحمير مرتب. هذا الحمار عادي. هاي الحمارة اعلى اشي كبرسي، في بيجينا على اخرى. لا مرة شفت اشي اعلى. عاكلة؟ هذول الناس عندنا بيعرفوش قيمة الحمير الا بالزيتون. عندنا بس بالزيتون بصيروا يدوروا عليهم مدورة، بعد الزيتون بيرموهم. مش كلهم، في شيء والله بالشوارع بيرموهم. هذه مشبه يعني ان شاء الله نجيب حمار. على شو مشبه يا هاي؟ مشبه حمار اصله من كبرس. كبرسي؟ عالي؟ عالي. شو لونه؟ متر وخمسة. شو لونه اللي مشبه عليه هاي؟ لونه ابيض. اكيد؟ طب متى بتعرف انها حامل ولا لا؟ ما بدي اعرف اذا معشرة بدي اشتريها منك. شو؟ بس طيب انا كيف بدي اعرف؟ لا قديش لها؟ ما بدنا نتاكد نفحصها تلفزيون متى ببين؟ بعد شهرين اتوقع. بعرفش. بعد بدها كم شهر ليبين؟ طب نفحصها تلفزيون بعدين. شو رايك؟ بدي اشوف على حمار اعلى منها من البيض. معشرة. تعال نشوف قصة الحصان هذا. شو قصة هذا الحصان؟
اذا بصير بدي بصير عوض بعض او بشب بعض وبشب وبرفص كيف بعض يعني هذا شيء صيب ايده بس لعب يعني مش ما هو اللعب بتحول بصير عض بعدين صيب ايده شو بيعمل بكف عادي بضرب بيده لا لا ارفع ارفع عض رهيب بعدين من الفرسان القديم السباقات تذكر ابو ابراهيم اه فكنا عمل سباقات انا بكيت مدمن خيل زمان بشوف ما ليش ما مزح مش بشوف ما لما بيجي عض اتركه هيك عض شوف عضك لا كم مرة عضك هيدا واكب وكباترون بيجيك من وراك اه بدفعك وانت واكب بيجي بدفع براسه لا ليش قديش عمره ثلاث سنين اه خلص لسه السنة بوض عندي السنة ولا لا هذا بتزنخ زناخه بس ب مو لا ممكن يصير عضو مش منيحه هاي العاده اصلا بالكل هاي العاده مش منيحه مراوضه ولا لسه؟ والله ترتبه؟ نرتب عادي او من دون الجنب ارتبه. بس بطمن راسه من تطلع. اه بس دلع انسان بس العض ممكن يصير عض مع دعب عض عض دلع بس عضته قوية هذا هي معودة شايف شايف طلع يلا انزل هاي الزريعة احسن شيء هاي الكبرسي عالية واذا معشر من الحمار عالي بتجيب اشي عالي عالي صح؟ على جيرانك يهبل اذا ما انتهبل ما بتسمي جمال حط بل بالسياره بدل هون خد دخله وياها دخله
يلا لا لا حالها تنزل اوتوماتيك. هلا بالشباب. هلا جمال صدق انه مشي صار رب حمار مش عارف ليش. هاي اللي الحمير سرعتها منيحة هذي خطرة اشتباه شايف بس سالح اذا بكت معشرة بشتريها.